ليلة العيد والاستعداد لليلة العيد ويعني أجواء كثيرة جدا نعيشها في هذا اليوم المبارك يا شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من له وبعد. فالإنسان المسلم دائما لكل زمان عبادته، لكل وقت الفريضة أو الواجب أو المستحب أو المسنون الذي يؤديه. تشريعات الإسلام يعني توزعت وتنوعت على الإنسان المسلم بحسب الزمان والمكان والحالة التي يحياها. نعم. فنجد، وهذا دلالة على شمولية هذا الدين، من أكبر الأدلة عليه هذا الأمر قضية إني كل حالة عندك لها عبادتها. نعم. في الصباح عندنا صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه الصلاة المفروضات. إذا جاءنا كسوف الشمس وخسوف القمر، نعم، الصلاة إذا احتجت إلى شيء، صلاة الاستخارة، نعم، صلاة الحاجة، صلاة التوبة، سجدة الشكر إذا كنت قد رزقك الله عز وجل بنعمة تريد أن تشكره عليه، وسجدة التلاوة والسهو، وكل هذه، نعم، أنواع هي تدل على حالات تواجد الإنسان. حتى عند الزواج يسنى، نعم، أن يصلي ركعتين خفيفتين، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل وزوجه، نعم، في معظم حالات الإنسان، حتى عند الولادة، عند الوفاة، الإنسان المسلم لا يتركه الشرع دون فعل أو قول أو تقرير في كل حالة، يعني حياته كلها مع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. فمنذ أن يولد وقبل أن يولد، أيوه، هناك أحكام الجنين، نعم، وما قبل الجنين أحكام الزواج، نعم، هو تمهيد للجنين. ثم بعد أن يولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، نعم، يكون أول ما يشق سمعه لا إله إلا الله والتكبير، نعم، والأذان وذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، نعم، حتى هو يموت عنده أحكام الوفاة إلى أن يدفن. وبعد الوفاة هناك أحكام ما بعد الوفاة، سواء ما ترك من مال أو ما ترك من أعمال، نعم، وواجب الناس نحو هذا الميت. فالإنسان في الإسلام محوط، نعم، بكل هذه التشريعات، فلكل في وقت عبادته ولكل وقت ما يفعل فيه، دلالة على شمولية الإسلام وشمولية هذا الدين. يعني لو لم يكن هناك من أدلة يسوقها المشايخ على الآيات والأحاديث لكانت مجمل أحكام الإسلام دلالة على شمولية، الدليل على شمولية هذا الدين. دليل آخر، يعني أعتقد أن هذا الدليل ودليل آخر من الأدلة التي فتح الله بها علينا، نعم، دليل الدعاء. أي. النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالات الإنسان له دعاء، صحيح، وفي القرآن والسنة، في ركوب الدابة، في ركوب السفينة، في اتيان الزوجة، عند الطعام، عند الشراب، عند المنزل دخول والدخول إلى المنزل، المياه إلى المنزل، الدخول الخروج، عند المصيبة، عند هذا الشمول في الدعاء. أي. يدل على شمولية هذا الدين. نعم. يعني أقول مما من يعني هذا الدليل لم أقرأه، لكن، نعم، مما فتح الله عز وجل به علينا في قضية الإثبات أو الدليل على شمولية هذا الدين. يعني كان كثيرين يتحدثون يا شيخ عصام، زي ما حضرتك تفضلت، يقول لك ده احنا حتى واحنا داخلين الخلاء هذا الدين قال لنا نقول ايه واحنا داخلين الخلاء، يعني فأحرى بهذا الدين أن يكون شموليا في كل مناحي الحياة. نعم. نعم. فهذا ما لفت نظر أحد اليهود في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود في سننه عن سيدنا سلمان الفارسي، إن أحد قال له: يا سلمان، هل علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء، يعني حتى دخول دورة المياه؟ قال: أجل، علمنا نبينا كل شيء. كل شيء، كل شيء، صحيح. فدلالة أن كل شيء فيما يخص حياة الإنسان ودين الإنسان.